الشامة هو مصطلح واحد لتسميات متعددة، فالبعض يسميها خالة أو حبة الخال، وهي آفة جلدية ملونة تظهر على أي جزء من سطح الجلد وخاصة الوجه، وهي ذات مظاهر مختلفة ومتنوعة، فقد تكون مسطحة وقد تكون بارزة، وهي تختلف في الحجم والشكل والارتفاع من شخص لآخر. هلأ للأسف في كتير اعتقادات أو خرافات موجودة بين الناس وبيتناولوها وبيعتمدوها أكثر من ما يعتمدوا قرارات وآراء الأطباء. طبعاً نحن آراءنا أكثر ثقة ومعتمدة على الإيفيدنس، اللي هي المقارنات ما بين الحالات الصحيحة أو المقارنات العلمية ما بين الحالات الصحيحة والحالات اللي هي مشكوك فيها. قد يكون من الخطأ اعتبار الشامة صفة جمال فقط والاعتقاد بأنه لا يوجد مضاعفات لها، وعلى الرغم من أن الشامات هي في أغلب الأحيان ذات مسلك حميد ولا تستدعي القلق، إلا أن هناك اعتقاد انتشر بين عامة الناس حول تحول الشامة إلى ورم خبيث في حال تمت إزالتها أو استئصالها، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟ أحياناً بيحصل تحولات فيما يخص الشامات، هالتحولات بتكون إلى حد ما مهمة وممكن تكون نتائجها خطيرة، فلما بيراجعونا المرضى عادة بيراجع المريض من شان نوعين حالتين من الشامات، إما لغاية تجميلية إما لغاية طبية. فلما الطبيب بيشوف في حاجة لاستئصال هذا الشامة وبننصح المريض أنه هذه الشامة عم يحدث فيها تغيرات ممكن بالنتيجة تكون غير سليمة أو خطيرة أو تؤدي إلى خباثة، فهون بنشوف الناس بيجاوبونا أنه هو بيعرف في حال استؤصلت الشامة رح تتحول من حالة سليمة إلى حالة غير سليمة أو خبيثة، وبالتالي بيرفض. هلأ الجواب على هيك اعتقاد، الطبيب الوحيد هو اللي بيقدر أول شيء الحالة السليمة، الشامة السليمة رح تبقى سليمة في حال تم يعني إهمالها أو استئصالها، بينما الشامة اللي بتبدي بعض التحولات وأخص بالذكر هون تحولات التهابية، زيادة في الحجم، تغير في اللون، حدوث حالة التهابية، حدوث ألم، حدوث نزف أو تشكل قشرة عليها أو تشكل مثل ما نسميها نجوم حوالين الشامة أو تغير في محيط الشامة أو أنها تصبح غير متناظرة، كل هالعوامل هي توحي بأنه في الشامة عم تبدي تحول لازم استئصالها. لازم يكون لنا ثقة بالطبيب ونعتمد على رأيه، لأن قرار الطبيب مبني على عدة دراسات ومتابعات علمية وما فيها عواطف على الأقل. الشامات بقع جلدية شائعة لا يكاد يخلو جلد الإنسان منها، وهي في العادة آمنة وحميدة ونادرا ما تسبب أذى للإنسان أو تصبح مصدر قلق له، وعندما تزال فإنها تزال لنواحي جمالية فقط.